احنا اليوم قمنا بالافتتاح ديال الندوة في نسختها السابعة، وهذه النسخة السابعة بحيث أنها انطلقت في 2015 بشراكة بين جامعة شنغهاي للدراسات الدولية وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وتنظم كل سنتين في الدار البيضاء أو في شنغهاي بتناوب. وهذه السنة تم اختيار موضوع المغرب والصين الابتكار وخلق القيمة من أجل شراكة استراتيجية، بحيث أننا وضعنا الابتكار وخلق القيمة في صلب الموضوع حتى يتمكن الأساتذة والمفكرين والباحثين من مناقشة هذا الموضوع والتداول وإبداء تصورات وإبداء آراء حول كيفية دعم المسار اللي انخرط فيه المغرب والصين، مسار ديال تعاون قوة وتعاون بناء وشراكة مفيدة للجميع. ومن خلال هذا الموضوع نستشف أننا نوصل لبعض الخلاصات التي تمكننا من الاستفادة من تجربة ديال الدولة الصينية في مجال الابتكار وخلق القيمة، وكذلك لاستفادة ديال الصينيين من تصور المغربي في النموذج الاقتصادي الجديد، بحيث أن كنلقاو راسنا كنلتقيو حول عدد من الجوانب المهمة والمشتركة بين البلدين. وكما قلت، الهدف الأسماء ديال هاد الندوة هو أننا نعطيو للمقررين والسياسيين تصور أكاديمي في مجال ديال التقوية ديال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية من خلال بحوث ومن خلال تقديم ديال آراء علمية. من المعروف أن طريق الحرير كما كانت في تاريخ الصين نفسها هي كانت الأدرع البرية بالأساس التي ربطت الصين بالعالم، والعودة مجددا إلى هذا الشعار بالنسبة للصين في الواقع تأسس على ما يمكن أن نقوله ثورة محافظة بعودة الصين إلى روحها التجارية، ويخدتها كشعار لكي نفهم بالضبط ما نحتاجه نحن في المغرب، تتها كشعار للعودة إلى الواجهة ولتقوية نفسها، وأكثر من هذا لانفتاحها على العالم. بالنسبة للمغرب، أولا استشعر الحاجة أو الضرورة الاستفادة منها منذ البداية، باعتبار أنه كان من الدول الأولى لا إفريقيا ولا عربيا التي وقعت على اتفاقية طريق الحرير، باعتبار أن المغرب استشعر هذه الحاجة نفسه في تقوية النسيج التجاري كما نشاهد اليوم في القارة، وأيضا لما حملته من بنود أخرى هو في حاجة إليها، وبخصوص في مجال التكوين والتكنولوجيا والابتكار. هذه العناوين الأساسية بالنسبة للمغرب، وبكل ما يتفرع عنها من يعني تكنولوجيا في خدمة السيادة الصحية، أو فيما يتفرع عنها من تكنولوجيا فيما يتعلق بالطاقات المتجددة إلى آخره. وأعتقد أن مستوى الشراكة بالنسبة للمغرب والصين في هذا الجانب والاستفادة من يعني طريق الحرير تذهب أبعد من الاستفادة ديال رابح فيما يتعلق بدعم من يعني المستوى العلمي وأيضا الابتكار إلى آخره، إلى واحد النسيج حضاري. نحن أيضا نقوم بما يشبه الثورة المحافظة في استعادة يعني الطرق التجارية الأساسية. ومن المفيد جدا أن نفهم أن تجربة الصين الجديدة، هذا شيء مهم جدا،
هي أنه تقريبا في ظرف يقل عن عقد من زمن أو عقدين من زمن استطاعت الصين أن تخرج من عزلتها وأن تخرج أيضا من كل انتكاساتها التاريخية سواء القديمة أو التي حدثت بعد ثورة 49 وميلاد الجمهورية الصينية ما تبع المجاعة الكبرى أو ما تبع الثورة الثقافية إلى آخره وأيضا حتى على المستوى الدولي. فكل هذه استطاعت الصين أن تتجاوزها لوجود إرادة سياسية، لوجود حاكم متبصر جدا وهو دينغ سياوبينغ في 1978، أيضا لوجود كما قلت يعني واحد الرغبة الإصلاح إلى آخره. وكل هذه مقومات يجب أن يتأملها المغاربة ولعد لها زاوية أساسية بالنسبة للمغاربة وبالنسبة للنخب. وأذكر أن قائد هذه المرحلة ديال الصين التي نحن بصدد الاحتفال بها اللي هو دينغ سياوبينغ كان قال آخر جولاته ما تسمى بجولات الجنوب 1992، قال الحكمة الأخيرة من كل عمره: كل الذين وكل الرجال وكل المسيرين الذين لا يستطيعون الإصلاح يجب أن يرحلوا. هو من طبيعة الحال أن هذه العلاقات المغربية الصينية هي علاقات جد متجذرة، ولكن طبعا الذي أعطاها يعني زخم كبير جدا هي الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الصين في 2016، والتي تمت على إثرها توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الكبرى بين المغرب والصين. بالنسبة لهذه الندوة، هي هذه الندوة يعني تقام يعني سنة في الدار البيضاء وسنة في شنغهاي، وهي يعني على إثر مبادرة الحزام والطريق التي أعلن عنها الرئيس الصيني سنة 2013. وأهمية هذه الندوة أنها تقوي العلاقات الثقافية بين المغرب والصين في جميع المجالات الثقافية المتعددة، وكذلك في المجال التبادل الجامعي بين الجامعات المغربية والجامعات الصينية. إضافة إلى ذلك أن الندوة اليوم هي يعني فيها عدد من المفكرين المغاربة الذين كتبوا كتب عن الصين وكتبوا شهادتهم عن الصين، فيعني سيتم تقديم يعني مؤلفاتهم المهمة جدا التي كذلك تساعد في العلاقة المغربية الصينية. وبالنسبة لي شخصيا يعني عندي مداخلة حول يعني التبادلات الطبية عن طريق الحرير بين المغرب والصين، وخصوصا فيما يتعلق بالطب التقليدي الصيني والعلاقة ما بين الطب العربي والطب الصيني القديم. نعم، هناك مشترك. نعم طبعا هناك مشترك، هناك تبادلات، وان شاء الله ساقوم في هذه المحاضره باظهار هذه يعني يعني المبادلات المهمه التي كانت ما بين المغرب والصين في المجالات الطبيه بالخصوص.